لكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البيت أتوجه بشكر جزيل لإدارة هذا المنتدى الرائع وعلى رأسهم الأستاذ الله يجيب السلام إن شاء الله أبو هادي جعفر الشامي، وأشكرهم على تشريفي بأن أكون ضيف الشرف هذه الليلة. أنا في الواقع مبدئيا أقول لكم أني متفائل جدا بمستقبل العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، وبالذات ما يعني تحمله رؤية 2030 للعمل التطوعي. بس حبيت أضيف معلومة أن المليون متطوع ليس فقط للشباب اللي يشتغلوا عبر لجان وجمعيات اللي هو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جميع الوزارات، صحيح كلام هذا؟ جميع الوزارات، يعني وزارة الصحة، وزارة الإسكان، كل الوزارات عليها أن تفعل جانب الأعمال التطوعية. احنا طبعاً أنا بحكم هذه الليلة وهذه الأمسية الرائعة عن التطوعي واللي هي أنا بالنسبة لي عشقي الأول، وهذا السبب اللي خلاني أستمر 35 سنة في هذا العمل التطوعي. وبما أن احنا في هذه العمل التطوعي، وبما أن نحن في هذه الليلة في هذا المنتدى الرائع، أحببت بس أن أقول بأن هذا المنتدى لنأخذه كنموذج لمؤسسة تطوعية ناجحة بجميع المعايير. أولاً بمعيار الهدف الذي حمله هذا المنتدى والسر في استمراريته إلى الآن 20 سنة. ثانياً في تنوع أعضاء مجلس الإدارة بجنسين، جنس الإناث والذكور، والآن على رأس هذا المنتدى خديوه أمرا أختنا الفاضلة هدى الناصر. مع أن أنا من خلال تجربتي مؤسسة تطوعية بهذا المستوى. ثالثا عندهم قضية أنا صراحة ما شفتها في أي مكان آخر، قضية التوثيق. توثيق كل لجان، من خلال تجربتي في العمل التطوعي في اللجان عندنا مشكلة في توثيق شغلنا. المنتدى عندنا من قرب أعرف أنه عنده توثيق دقيق جدا بعمله. رابعا منفتح على جميع الفئات وجميع التوجهات وجميع التخصصات، لذلك ما يطرح في المنتدى يجذب جميع الشباب وجميع الأخوات من جميع التخصصات. ما تحصل جهة تتحدث عن مواضيع متنوعة وده بشكل لا نشوفها في هذا المنتدى. ثانية خامسة قضية إعلامية عندهم يعني القضية الجانب الإعلامي في جميع البرامج التواصل الاجتماعي بشكل قوي. يعني الليلة الأمسية صارت، بكرة تشوفها على جميع التواصل الاجتماعي، وغيرها وغيرها. وجود قسم نساء ورجال في مكان واحد يسمعوا ونسمع آراء الجميع. أنا ما أعتقد في عندنا نموذج مثل هذا النموذج. أنا أتمنى من جميع لجاننا التطوعية ومؤسساتنا التطوعية سواء كانت رسمية منها أو غير رسمية أن تأخذ هذا المنتدى كنموذج وتتعرف عن قرب عن إدارته. الشيء الأخير هو التغيير المستمر في مجلس الإدارة بكفاءات مستمر. تشوف أنتم كل موسمين ثلاثة تغير مجلس الإدارة، وفي لجنة استشارية يرجع إليها هذا المنتدى.
والشيء الأخير والمهم جدا جدا هو ما يقوم به هذا المنتدى من عملية التغذية الراجعة ويعني إرسال استبيانات إلى الناس تعالوا قولوا لنا رأيكم بالذات المستفيدين من هذا المنتدى وإيش رأيكم في الأشياء اللي نطرحها عندكم آراء تدرس هذه الأشياء التي تجي عن طريق الاستبيانة التغذية الراجعة ومن خلالها يطور عمل اللجنة وين نحصل إحنا واقعا في هذا المستوى من اللجنة أتمنى بأن جميع لجاننا أن تقتدي وتأخذ من هذه المؤسسة التطوعية نموذجا يقتدى به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.